قمنا بإنجاز جديد لإمارة الشارقة وهو إطلاق معايير المدارس والحضانات الصديقة للطفل هنا من إكسبو 2020 من قمة روايرد العالمية. نفخر أن احنا في اليوم الثاني وهو يوم الابتكار قدمنا من إمارة الشارقة مشروع مبتكر لتعزيز حقوق الطفل في المدارس والحضانات. هذا المشروع طبعا جاء بتوجيه مباشر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة وحرم الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. هذا المشروع جاء بالتعاون مع منظمة اليونسف ومع هيئة الشارقة للتعليم الخاص ومجلس التعليم الشارقة للتعليم. أيضا العديد من المؤسسات كانت داعمة في إعداد وتنفيذ وإطلاق هذا المشروع. معايير الشارقة للمدارس الصديقة للطفل تتضمن 9 معايير وهناك أيضا 6 معايير للحضانات الصديقة للطفل. تغطي هذه المعايير حقوق الطفل بصورة عامة في البيئة المدرسية وتشمل تعزيز حقوق الطفل، التوعية بحقوق الطفل، أيضا ضمان مشاركة الأطفال، ضمان حق اللعب في المدارس، الحماية، تعزيز الحماية، تعزيز الصحة في المدارس، وأيضا دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس والحضانات. طبعا هذه المعايير حاليا تم إطلاقها اليوم وإن شاء الله نشتغل مع الجهات المشاركة والداعمة في تنفيذ آليات استدامة هذه المعايير ضمن نطاق هيئة الشارقة للتعليم الخاص ومجلس الشارقة للتعليم حتى يتم تقييم المدارس والحضانات بصورة دورية وتعلن إن شاء الله عن هذه النتائج سنوياً.